انظر يا أمجد. ما بك يا أمجد؟ تبدو قلقاً. أين مجود؟ كدت أسألك نفس السؤال، توقعت أن يأتي معك. اتفقت معه أن نلتقي في المسجد، نصلي العصر ونأتي إلى الحديقة، ولكنه لم يحضر. أين مجود؟ السلام عليكم ورحمة الله يا أحبائي. وعليكم السلام ورحمة الله. أين مجود؟ ها هو. آسف على التأخير. ما بك يا مجود؟ قل لي، لماذا لم تحضر إلى المسجد؟ حدث لي شيء غريب. ما هو؟ في وقت الصلاة هممت أن أذهب للمسجد، عندئذ سمعت صوتا داخلي يزين لي اللعب ويحثني على ألا أتركه وأن أصلي في وقت آخر، ويذكر لي أني سأستمتع باللعب كثيراً، وهناك متسع من الوقت للصلاة. واستجبت لذلك الصوت؟ أجل، إنه صوت الشيطان يا مجود. ماذا؟ شيطان؟ أجل، الشيطان الذي يزين المعصية للإنسان ويحاول أن يبعده عن طاعة الله عز وجل. كان عليك يا أخي مجود أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عندما تخطر لك هذه الأفكار، وأن تقرأ سورة الناس، فالشيطان يخاف ويهرب إذا سمع من يذكر الله عز وجل. لقد أخطأت، ولن أستجيب لهذه الأفكار مرة أخرى، ولن أجعل الشيطان يهزمني ثانية إن شاء الله. بارك الله فيك يا بني. مجود، أتل علينا سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من يحاول الشيطان دائماً أن يأمر الناس بالكفر والمعصية وأن يبعدهم عن طاعة الله تعالى، لذلك على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل ويحتمي به من شر الشيطان. وقد علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن من يقرأ سورة الناس في الصباح وفي المساء حماه الله سبحانه وتعالى ووقاه من السوء. هيا يا أولاد، نبدأ تفسير سورة الناس. سورة الناس سورة عظيمة لها فضل كبير، فهي تحمي الإنسان بفضل الله وحده من كل شر، ومن قرأها كل صباح ومساء حماه الله من شر الإنس والجن، وفيها أمر بالاستعاذة بالله وحده من شر شياطين الإنس والجن. قل أعوذ برب الناس. يأمر الله تعالى كل إنسان مسلم أن يحتمي بالله خالق الناس جميعا، ملك الناس، فالله هو مالك الناس جميعا، وكل الناس عباده وخلقه وهو القادر عليهم، إله الناس، وهو رب الناس الذي يعبدونه ويقدسونه ويحمدونه، من شر الوسواس الخناس. فالإنسان المسلم يحتمي بالله من شر الشيطان اللعين الذي يأمر الناس بالكفر والعصيان، فإذا سمع هذا الشيطان ذكر الرحمن خاف واختفى وهرب. فهذا الشيطان يزين المعاصي والكفر للإنسان حتى يغضب الله ويعصيه.
والمسلم يحتمي بالله وحده من شر الجن وشر كل الناس ومكرهم. هيا يا أصدقاء الصغار. جزاك الله خيرا يا شيخنا الجليل. تعلمنا كيف نتلو سورة الناس، وتعلمنا أيضا تفسيرها. بارك الله فيك. في حفظ الله يا أحبائي. لقد تعلمنا اليوم سورة الناس. أجل، إنها سورة عظيمة يا أبي، تعلمنا أهمية أن نستعيذ بالله من شر الشيطان وشر الإنس والجن. أعوذ بالله من الشيطان دائما وأبدا. هذه السورة يا أبنائي تذكرني بقصة قرأتها منذ فترة. ارويها لنا يا أبي. قصة الخطاب والشيطان. يحكى أن رجلا من قديم الزمان كان يؤمن بالله الرحمن، وكان يعمل حطابا بسيطا، يخرج إلى الجبال يقطع الأشجار، وكان في طريقه للعمل يسبح الله الرحمن ويشكره على نعمه ويستغفره، ثم يعود بالحطب فيبيعه في السوق. وفي يوم من الأيام كان هذا الخطاب المؤمن في أحد الجبال، فإذا به يجد شجرة عالية يسجد الناس تحتها ويقربون لها الأموال والذبائح، فاقترب منهم وسألهم فأخبروه أنهم يعبدون هذه الشجرة لأنها مباركة. فغضب الخطاب المؤمن لأنهم يسجدون لغير الله، وقرر أن يأتي في الصباح ليقطع هذه الشجرة اللعينة. وبالفعل وفي الصباح حمل فأسه وانطلق به إلى هذه الشجرة اللعينة، فقابله في الطريق رجل شرير فقال له: إلى أين تذهب؟ فقال له الخطاب: سأذهب لأقطع الشجرة اللعينة التي يعبدها هؤلاء الناس. فحاول الرجل الشرير أن يمنعه من قطع هذه الشجرة، ولكن الخطاب صارع فغلبه وخذله. فقال له الرجل الشرير: إنني لن أستطيع هزيمتك، ولكن سأعطيك 10 دنانير كل يوم بشرط واحد، أن تترك هذه الشجرة وأنا سأقنع الناس بترك السجود لها. وافق الخطاب على ذلك وحمل الدنانير وعاد لبيته. وفي اليوم التالي حمل فأسه وقرر أن يعود ليقطع الشجرة اللعينة، فقابله نفس الشرير، فحاول الخطاب أن يصارعه، ولكن في هذه المرة هزمه الشرير. فحزن الخطاب وتعجب، فقال له الشرير: لقد هزمتك هذه المرة لأنك قبلت المال وتركت قطع الشجرة، فبعدت عن ذكر الله. فآل الشيطان، غلبتني في المرة الأولى بالإيمان، وغلبتك في الثانية بالمكر والعصيان. عرف الخطاب ما وصل إليه من خطأ،
فرفع يده إلى السماء فدعا الله بصوت لم يسمعه الشيطان. فاهتز الشيطان وخاف وجرى بسرعة، فحمل الحطاب فأسه وقطع الشجرة من أصلها وقطعها حطبا حطبا يحرقه الناس. وتعلم أن يقاوم من يومها وساوس الشيطان. لقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان، فمن يستمع للشيطان والعياذ بالله منه يعصى الله عز وجل. وقد زودنا الله تعالى بأسلحة كثيرة نقهر بها الشيطان، مثل سورة الفلق وسورة الناس وسورة البقرة، فالشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. لا بد أن نذكر الله تعالى عند دخول المنزل حتى لا يدخل الشيطان معنا. وعندما نذكر اسم الله حين نأكل لا يأكل الشيطان معنا. وإذا خطرت لنا فكرة سيئة أو معصية نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم.